تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم بالحرس الملكي احتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس قوة الحرس الملكي الخاصة بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وتفضل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بافتتاح متحف قوة الحرس الملكي الخاصة، ثم قام معاليه والحضور بجولة في قاعة المتحف اطلع من خلالها على مختلف المقتنيات التي ضمها المتحف والتي جسدت مشاركة قوة الحرس الملكي الخاصة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والمهمات الإغاثية والإنسانية. بعد ذلك عزف السلام الملكي وتلاوة آية من الذكر الحكيم، ألقى سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، السادة الحضور Distinguished Guests، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرفع إلى مقام سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، وإلى سيدي صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى مرور 10 أعوام على تأسيس قوة الحرس الملكي الخاصة، وأشيد بدعم سيدي جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه لقوة الحرس الملكي الخاصة واهتمام وحرص جلالته على منح له السماء لضباطها وأفرادها بعد استطاعت أن تؤكد جدارتها وتنجز مهماتها بكفاءة واقتدارا محققة أعلى معدلات النجاح. وأننا نعتز كثيرا بمنح سيدي القائد الأعلى أيده الله لعدد من منتسبي قوة الحرس الملكي الخاصة وسام الإقدام العسكري الذي يعد أعلى وسام عسكري في مملكة البحرين، وهم الوكيل حمد جاسم الديري، العريف إبراهيم خليل جزاف، والجندي خالد محمد اليافعي، وذلك تقديراً للشجاعة الكبيرة في تأدية واجبهم المقدس بعمليات إعادة الأمل بالجمهورية اليمنية الشقيقة. ويطيب لي أن أهنئ سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بهذه المناسبة الغراء، والتي تستذكر من خلالها أياماً عشناها معاً مليئة بالإخلاص والتفاني والتضحية تجاه وطننا وعروبتنا وديننا الإسلامي الحنيف. منذ تولي لسيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قيادة الحرس الملكي، والحرس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المنجزات التي تواكب المسيرة المباركة لقوة دفاع البحرين التي أسسها سيدي عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظ الله ورعاه. لقد أدركنا منذ الوهلة الأولى أن تولينا قيادة قوة الحرس الملكي الخاصة سيكون تكليفاً لا تشريفاً ومسؤولية عظيمة تجاه وطننا ومليكنا، حيث دفعنا ذلك أن نعمل مع جميع منتسبي قوة الحرس الملكي الخاصة كفريق عمل واحد، وعززنا فيهم حب الوطن والولاء والتضحية بالنفس للذود عن تراب الوطن وحماية أراضيه ومكتسباته.
والسعي دائما لنكون شركاء مع أشقائنا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعلاء كلمة الحق والحفاظ على المصير المشترك. وأود في هذا المقام أن أعرب عن فخري واعتزازي بجميع ضباط وأفراد قوة الحرس الملكي الخاصة الذين استطاعوا خلال تلك الفترة أن يبذلوا قصارى جهدهم وتعاونهم الكبير معنا نحو تحقيق الأهداف والتطلعات التي رسمناها لرفع مستوى القدرات القتالية وأن يكونوا على هبة الاستعداد للمشاركة في مختلف الدورات والعمليات والتكليفات لا سيما حرب اليمن وأنقاذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط مع البحرية الملكية البريطانية. لقد ضربت قوة الحرس الملكي الخاصة أروع الأمثال بجهودها المتميزة وإخلاصها المتفاني في جميع الدورات والعمليات العسكرية وكذلك تضحيات رجالها البواسل وبخاصة مشاركتهم بعاصفة الحزم الجمهورية اليمنية الشغيرة. ونحن هنا نستذكر أرواح أبطالنا شهداء الواجب المقدس وهم الشهيد الوكيل محمد نبيل حمد والشهيد الرغيب أول محمد حافظ يونس والشهيد الرغيب أول عبد الغادر حسن العلص والشهيد الرغيب أول حسن إقبال محمد والشهيد الرغيب عبد المنعم علي حسين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكانوا خير مثال للتضحية والتفاني للدفاع عن وطنهم ودينهم. لقد حرصت قوة الحرس الملكي الخاصة على تعزيز التعاون المثمر مع القوات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا من خلال إقامة الدورات التدريبية والقتالية المشتركة التي ترفع من مستوى القدرة القتالية لدى ضباط وأفراد القوة والذي ينعكس على جاهزيتهم لأداء المهام على أكمل وجه. وأننا نشيد بهذا التعاون المثمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف التي رسمناها والتي عززت من كفاءة منتسبي قوة الحرس الملكي الخاصة، كما أننا نؤكد على استمرار وتطوير تلك العلاقات عاملين أن نكون جنبا إلى جنب في ميادين القتال كما حصل مع القوات الخاصة الإماراتية باليمن. واليوم ونحن نلتقي معكم في ذكرى تأسيس قوة الحرس الملكي الخاصة بعد مرور 10 أعوام مليئة بالنجاحات والإنجازات منذ تأسيسها من قبل سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عام 2007 وتولينا مهامها عام 2011 لنكمل مسيرة العطاء ولنتهز الفرصة لتدشين معنا المتحف العسكري الخاص بمشاركة قوة الحرس الملكي الخاصة بحرب عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن الشقيق وعملية صوفيا للقوات البحرية في الاتحاد الأوروبي لإنقاذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط ليكون شاهداً على كفاءة وبطولات منتسبيها في هذا الواجب المقدس. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يتغمد شدائدنا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمنحنا جميعاً الصبر والقوة والأداء واجبنا نحو ديننا ووطننا ومليكنا رافعين الأكف للسماء بدعاء خالص للباري عز وجل أن يحفظ البحرين من حقد الحاقدين وكيد الكائدين وأن ينزل عليها من رحماته وأن ينعم عليها بالأمن والأمان في ظل قائدنا الأعلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد لا إله إلا حفظ الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها تابع الحضور في الملموجز عن تنظيم وواجبات قوة الحرس الملكي الخاصة ومراحل تشكيلها وتطورها ومشاركاتها في مختلف الميادين. في نهاية الحفل قام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتوزيع الدروع التذكارية لرؤساء الوفود المدعوين من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا. بهذه المناسبة أكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين غدت بفضل قيادة جلالة الملك المفدى قوة عصرية تقف شامخة بماضيها التليد وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق، مضيفا معاليا أن قوة الدفاع ماضية بكل مقدرة وثبات للاستمرار في رفع كفاءة وقدرة مختلف أسلحتها ووحداتها. وأعرب معاليه عن سروره الكبير لحضور هذا الحفل بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس قوة الحرس الملكي الخاصة، كما أعرب معاليه عن سعادته بالالتقاء برجال الحرس الملكي في هذه المناسبة المباركة في هذه الوحدة الشامخة
والتي هي دائما بعون الله تعالى ستظل لبنة قوة ومنعة في صرح قوة دفاع البحرين. في ختام الزيارة شكر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الجميع على كل ما يبذلونه من جهد وعطاء لخدمة هذا الوطن العزيز في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.